هذا جزء مما خلفته مظاهرات اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن على الصعيد المادي بعد اندلاع مواجهات بين قوات الدرك وعدد من المحتجين، ما أدى إلى وقوع إصابات بين الطرفين. ستة من الدرك الأردني كسرونا القتل، جابوني إسعاف على مشفى المغرب هون، وهي تقرير الطبي تبعي. صرنا نراجع دم من وراء القتل اللي أكلناها منه بالهروانات، استحب الشهر الأسد هيك يساوي. من ناحيته قال وزير الداخلية الأردني بعد اجتماعه مع قيادات أمنية أن الحكومة ستحاسب كل لاجئ يتعدى على القوانين الأردنية، مع تأكيده على الاستمرار بالدور الإنساني تجاههم. وزارة الداخلية بكل أجهزتها معنية ومسؤولة بالدرجة الأولى عن سلامة وأمن هؤلاء اللاجئين وتوفير الحياة الكريمة لهم. وزارة الداخلية مسؤولة عن سيادة القانون، مسؤولة عن تطبيق القانون على كل من على الأرض الأردنية، سواء كان ضيفا أو أردنيا أو ضيفا بنفس المعيار وبنفس السوية. ورغم تحفظ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على المظاهرات، إلا أنها أكدت على تفهمها لمطالبهم. عندما يعبر اللاجئون الحدود فإن عليهم احترام قوانين البلاد التي يلجؤون إليها. في نفس الوقت نحن مدركون أن الكثير من الناس ممتعضون جدا، لأنهم قد فقدوا بيوتهم ووظائفهم ومجتمعاتهم ودخلوا مستقبلا مجهولا. الاحتجاجات المتكررة للاجئين السوريين دفعت أردنيين في مدينة المفرق للمطالبة بوقف استقبالهم. زيادة تدفق هؤلاء اللاجئين أو تناقصهم يعتمد بحسب البعض على مدى قوة الجيش النظامي السوري في فرض قوته على الحدود المحاذية للأردن، أما استمرار تدفقهم فينعكس على الأوضاع الاقتصادية والداخلية على الأردن بحسب المسؤولين. إياد الجغبير، سكاي نيوز، مخيم الزعتري، الأردن.